كلام اختك مزبوط، ليش تسكت؟ لك يا يامو حده ما بيعرف انه في بالارض ذهب، انا ضليت احتال عليه احتال عليه لحتى شد لحطيها بتراب المصاري هيك قلت. وانت كيف عرفت؟ لك انا ما عرفت، حده راح يجيب الحكيم لابوه، قام حطني بداله، اجا ابوه مخرف شوي، قال لي يا ابني يا حده بالارض في كنز دير بالك عليها، فكرني ابنه، والله الارض فيها كنز والله. انا ما بشتري سمك بالمي. لك يا يامو لك امي مشان النبي، انا حتى لو في كنز بدك تلاقيه بدك تدور عليه في 10 سنين، وبعدين بفهم منها، انا بدي مصرياتي. وعرفان لازم يعرف. لا عرفان ما بيعرف منوبها، اوعك تجيبي له سيره بلا ما تشغلي له باله بهيك قصه. يا يامو لك يا روحي، اساسا لو كان الذهب موجود كان ابو حده طلعه من زمان يا جذبه. افهمتك؟ لا ما افهمتني يا مو، انت تركيني اشتغل شغلي واذا ما زبط بيعيها بتراب المصاري. لا حبيبي ما حذرت. لا حول ولا قوه الا بالله، لك هذا كنز كنز يا مو، كنز تحت تروحي من ايدينا ببوس ايدك. ولك حاجه بقى، حاجه بكره بتشوفي انه في كنز. معناها لازم نقول له لعرفان. لك اوه يا مو. خير يا مو؟ انه احلى التنتين حلوين يامو. يعني يامو اي وحده خيط بالاول؟ خيط التنتين يامو. انا هيك كمان فكرت بس قلت لحالي بجوز الخياطه ما تلحق لي التنتين عجازي، قلت بخيط وحده بالاول وبعدين بخيط الثانيه، شو رايك؟ مو غلط مو غلط، معلش يا خيط الوحده. يعني ايوه هي ولا هي؟ لك صرعتيني امي، الله يوفقك، خيط التنتين. لا 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 رح خيط هي بالاول. وري على قامتي وري على قامتي، خدي شايفك وحلي عني، وحده تنتين ما بتفرق، روحي. خيط هي. لك روحي بقى خلصنا. يا على قامتي. ايدك عن الذهبات، ايدك عن الذهبات، هدول الذهبات الي، ايدك حط من ايدك هدول الذهبات الي، اعمل لك لك حط من ايدك. لك خلص بقى كنت تركني. ايدك عن الذهبات، لك ايدك امي هدول الذهبات الي، لي اتركهم. لا 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 شو هالوهم صاري هاتي من ايدك، لسا امبارح كنت اجدب وصاري احسن مني، هلا حبيت الذهب. خلص بقى بلا علاك، الارض ارضي والذهب اللي بقلبه الي حبيبي. والله يا مو واللي حفرهم وتعبوا طالعهم شو وضعهم؟ اي بعطيك اجرتك مو مشكله. اجرتي؟ ايه ما اختلفنا اجرتي، بس النص بالنص يا مو. يا مو تكبرني الله يرضى عليك، انت شو بدك من هالدنيا غير انك تتجوز واختك كمان تتجوز ويكون معكم مصاري؟ قد ما بدكم بعطيكم. يا يامو انا لك يا يامو انا بدي امن مستقبلي. لك شو تامن مستقبلك؟ خلص بقى حاجه لسه بتقلي يعني بتاخذوا المصاري والذهبات وتتبعثوا فيهم، الله ما قالها. بس يا يامو خليهم معي يا حبيبي وقد ما بدكم بعطيكم. عرفان لازم يعرف. شو؟ قصدي يعني نشلو حصته. بالله شو هدول الذهبات من حقنا لحالنا. ايه بس يا مو عرفان دفع لك مسحق الارض. ايه ستي وبرجع له اياها مسحق الارض. ايه ما بيصير هيك يا مو. لا بيصير، سدي بوزك والله والله اذا بتقيه لعرفان على هالقصه هي لكون قصص لك لسانك قص. وغير تقصي لسانها اصلا يا مو، عرفان ما بقى يناسبنا، صار معنا ذهب يا مو. مزبوط بدنا نطلقك منه. لا يا مو بوز ايدك بوز ايدك لتطلقيني منه. ايه خلص لك سدي حلقك وفكي لجوا يلا يلا. الله علي على غرفتك. الي وانت ولا مخاسمينك، ضبل لي هالغراض كلها وهالذهبات واعطيني اياهم يلا. ايه يلا يا مو يلا يلا لمون. اخي انا ما عاد بدي بيع الارض. لسا امبارح انت مزعوجه بدك تبيعي الارض، شو صار؟ وهلا ما عاد مزعوجه ولا لي متضايقه وبطلت بيعها. خلص بلاها بلاها البيعه كلها. ايه وفي شغله ثانيه كمان. خير ان شاء الله. نحن ما عاد بدنا اياها. شو يعني؟ يعني بدك تطلق اختي شفيقة. ليش؟ لك اخي فهم علينا بقى، عم نقول لك ما بدنا اياك وبدنا اياك تطلق، فهم علينا. لك امبارح كان قعركم غير اليوم، شو بدل قعركم؟ فهموني شو صاير. امبارح غير اليوم، نحن بدنا اياك تطلق اختي شفيقة ويا دار بدك لك شهر. شو اجباري؟ وين شفيقة؟ تجي شفيقة لعندي لهون تقول لي يا عرفان انا ما بدي اياك طلقني وحياة عيونك وعيون الله طلقها.
شفيقة نايمة. كلنا نايمة فيقوة. عرفان. شو حبيبتي؟ بتعبرني أنا بدياك. وأنا بدياك كمان. شفتوا كيف إنه كلامكم ما بيتاخد بعين الاعتبار؟ اسمع هذا أخي شفيق لا بالأرض البرتبع بحدكم الذهب وربطوني سدوا لي تمي مشان ما أجي لك بس أنا جيت رقد لك ابن عمي. كتير. أزيدك إيه؟ اسمعوا يا جماعة، بما أنه القصة انفهمت كلها هيك على بعضها صار لازم نلاقي حل للموضوع. سمعانين ولا ماكو سمعانين؟ سمعانين صهري، شو بدك تلاقي حل للموضوع؟ ما الأرض أرضنا والذهب ذهبنا. لا حبيبي، لا الأرض أرضك ولا الذهب ذهبك. أنا شاري نص الأرض، مزبوط ولا لا؟ مزبوط تقبرني. وأنا معك، عندك شي إثبات يقول انه انت تشاري نص الارض؟ لا انا ما عندي اثبات، بس كلمتكم كلمه، انتوا بعتوني بعتوني نص الارض. عليك كلمتكم، هي مشكلتك صري. معناته هلا بدي اقول لك انت شو مشكلتك، بدك تعطيني نص الذهبات غير نص الارض مشان اسكت. والله شو رح تعمل يعني؟ بدي اروح لعند حده واقول له انك سرقت الذهبات المطمورين بالارض تبعه. تقبرني واقول له كمان انه كان بيعرف موضوع الذهب قبل ما يتوفى ابوه مشان هيك اشترى الارض. طبعا انت خسي ولا بلا لا تحكي معاه هيك احسن اسمك كفين على وشك. لا يا صهري لا، ايش من هون عليك يعني؟ لك انا انتو بيهون عليكم اللي عملتوه فيني. انا كنت بدي اشتري ارض بول مالي فيها منو بدي اخسر فيها بس كرمال ما زعلك كرمال بنتك اللي بحبها. كمان بتجوا علي بتتخلوا عني وبدكم يعني طلع لحبيبتي؟ لا والله هيك عملوا. شو قلتوا؟ الله يخزيك يا شيطان. ربع الذهبات. ممتاز. نصه. ربعون الله يرضى عليك. قلت لك نصه. يا صهري الله يرضى عليك، الله يرضى عليك إلهي. هذا هالتيس هذا ما عنده شغل ولا عنده مصاري ولا عنده شيء، بدي جوزه وافرح فيه. مشكلته، مشكلته هي. حقك تقبرني. راسي. راسي لا. قلت لك لا تحكي مع مرتي. ها انا مو ابوها، اخوها مخليه يحكي هيك، بمسع رقبته انا. الله يرحمك يا ابي. يا صدري والله العظيم انا بحبك، بس شو بدك فيها؟ والله اختي ما بينا عاش مع اسال امي. يخرب بيتك من حالك. لك حبيبي انا مرتي بحبها وطاير عالي فيها وبدي عيشها وبمال الكون كله مبيعها. حبيبي تتهنى تتهنى. قومي حماتي قومي، وشك على الذهب. يلا قومي. يلا يا امو بسرعه. خلصي انت. سبوني على ارض ديارك. قلت لكم لا تقولوا لك خسي. هلا انا امه الله يرضى عليك. خذ على ارض ديار لشوف. يلا روحوا سبوني على ارض ديار. وما تقومي على الذهب انت بالاول. جايتكم روحوا. قومي تعملي شو؟ هي بنتك هي؟ والله محسك ملاقيتي على باب الجامع. على عيونك. راحوا نص الذهبات يا عمو. بس ليروح طول بالك. والله لا تفت نظيف. خذوا ايدي. تكسروا من الحفر يا مو. الله لا يوفقك يا اختي. شو بدك تعمل بكل هالذهبات ابن عمي؟ والله يا بنت عمي انا مفكر اعمل كذا شغله. اول شغله بدي اشتري حنطون خاص لي ياخذني بهالحاره ويجيبني مثل الخوجات، واشتري بدال المحل محلين بالسوق، واشتري اكبر بيت بالحاره كلها واعمل لك عرس بطنطن الشام كلها تترى فيه. والله قصه انه تعمل لي عرس مطنطن اقسم بالله العلي العظيم بيلبق لي. طبعا. بس يعني انه تشتري بيت كثير كبير. والله يا ابن عمي هي بعزقه، يعني خلينا هيك نخبي شوي لاولادنا اللي بدهم يجوا. لك لا لك حبيبه قلبي مش عشان نخبي مصاري كثير. يعني بكره بي اولادنا بيشوفوا بيت كبير بيلعبوا بيمرحوا بيسرحوا بيناطوا على كيفهم. يا ابن عمي الله يرضى عليك، يعني ليش البعزقه؟ المثل بيقول لك خبي قرشك الابيض ليومك الاسود. هلا ان شاء الله جاي تعلميني شو بدي اعمل، انا بعرف بالامثال وبعرف بالفكر اكثر منك. لا، شلون يعني بتعرف اكثر مني؟ انا كثير بفهم بالامثال.
وبعدين انا مشانك انت تتبعزق ويروحوا من بين ايدينا واولادنا. مشانك قاعد تحكي مشاني. الله يرضى عليك. يا ليش عم تعيط علي؟ هيك بدي اعيط عليك؟ هيك عم تتدخلي بافكاري؟ افكاري انا فزت ما بدي. لا ما بصير تعيط علي، انا اهلي ما بتركوا. لا ما بصير هالحكي اساسا.